من بنغازي ينضم إلينا السيد أحمد المهدوي الباحث السياسي، ومن باريس الدكتور مصطفى الفيتوري الباحث السياسي. أهلا بكما على شاشة الغد، وأبدأ معك سيد المهدوي في بنغازي. إذا مع انفجار الخلافات وتعقد المشهد بين الأفرقاء الليبيين، هل نحن أمام الفرصة الأخيرة لإجراء الانتخابات في موعدها 24 من ديسمبر المقبل؟ مساء الخير استاذ احمد، ومساء الخير لضيفك الكريم. نعم، مؤتمر باريس اعتقد بان الامال تعلق على هذا المؤتمر، خصوصا ونحن بدانا فعليا بالدخول في العملية الانتخابية. نحن الآن نتكلم عن توزيع لبطاقات الناخبين واستلام لملفات المترشحين، يعني هناك من يسلم وهناك من سيستلم. أعتقد بأن الأمال تعلق على هذا المؤتمر، كون أن الدول التي تشارك في هذا المؤتمر هي الدول الفاعلة في الملف الليبي، خصوصا والولايات المتحدة الأمريكية. الآن يرتفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي من وزير خارجية وسفير من سفير ووزير خارجية إلى نائبة الرئيس الأمريكي. هذا الأمر مطمئن إلى حد ما، خصوصا وأن كما قلت هناك يعني تجاذبات سياسية كثيرة، وهنا نتكلم عن تيار الإسلام السياسي الرافض لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر. هو الرفض ليس رفض لقاعدة دستورية كما يروج السيد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، لا، الرفض هو رفض كامل للعملية الانتخابية، لأن الإخوان المسلمين في ليبيا يعلمون بأنهم لو دخلوا في هذه الانتخابات سيخسرونها، لا سيما وأن هم خسروها قبل في انتخابات المجالس المحلية في الغرب الليبي. هنا نتكلم عن آمال تعلق على إيجاد ضامن قانوني كما قال تقريركم، كيف ستقبل نتائج الانتخابات. الميليشيات المسلحة والسلاح المنتشر سيشكل عائق أمام. نعم، سنأتي على ذكر جميع هذه النقاط، ولكن أستاذ أحمد سنأتي على ذكر جميع هذه النقاط، ولكن دعني أتحول إلى الدكتور مصطفى. هل تشاطر دكتور مصطفى الأستاذ أحمد المهدوي تفاؤله بأن هذا المؤتمر سيؤدي إلى نتيجة إيجابية؟ بطريقة أخرى، هل يمكن القول بأن هناك إرادة دولية حقيقية أو توافق إلى حد ما لوضع حد للأزمة الليبية وإخراج البلاد من هذه الأزمة، أم إدارة الموقف هي سيدة الموقف؟ إدارة الأزمة طبعا. يعني بداية يعني أسعد الله أوقاتكم جميعا. طبعا هو مؤتمر باريس لن يشكل حل للأزمة الليبية، هو فقط يسعى إلى مناقشة إن صح التعبير تداول أمرين اثنين، أمر الالتزام بمواعيد الانتخابات في ديسمبر القادم، والأمر الثاني إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد. وهذا الموقف، خاصة الموقف المتعلق بإجراء الانتخابات في وقتها وموعدها المحدد، تم التأكيد عليه عشرات المرات، سواء من الدول الفاعلة في الملف الليبي أو الدول الهامشية فيه، وأيضا من الدول التي دمرت ليبيا في العام 2011 والدول التي تسعى إلى إعادة احتلالها بعد 2011 حتى اليوم. وبالتالي أنا لا أرى جدوى، يعني ما هي الجدوى التي سيخرج بها المؤتمر الحالي في باريس إذا لم يتمكن المؤتمرون من اتفاق على آليات عملية، وليس حكي بيانات، آليات عملية تتعلق بأمرين اثنين. الأمر الأول هو من يضمن نتائج الانتخابات، والأمر الثاني هو قبول هذه النتائج مهما كانت في ظل شفافية إجراء العملية الانتخابية. ولكن هذا في حال ذهبنا إلى هذه الانتخابات، يعني تتحدث عن القاعدة الدستورية، وربما هناك هذا الأمر دكتور مصطفى إذا كنت تسمعني يحتاج إلى عصا وجزرة. أنا لا أرى لا عصا ولا جزرة في الوقت الحالي، وبالتالي سنخرج ببيان كما البيانات السابقة. كل هذه الدول التي ستشارك في مؤتمر باريس اليوم كانت في طرابلس يوم 21 أكتوبر الماضي، وكانت في برلين مرتين، وكانت في باريس في مرات مختلفة على مدى الخمس سنوات الماضية،
ولم تصل إلى أي نتيجة في أي شيء، رغم أنها وقعت على قرارات مجلس الأمن بداية من القرار 25/10 وانتهاء بالقرار 25/70 و71 المتعلقة بالعملية الانتخابية. يبقى نتيجة المؤتمر محسومة مسبقا، يعني مجرد فرنسيس والأوروبيون يريدون أن يقولون نحن يعني مهتمون بالملف الليبي، خاصة أن الرئيس ماكرون لأول مرة في الفترة الماضية علق على التدخل الفرنسي في ليبيا عام 2011 بأنه كان خاطئا تماما. ف لا ارى الكثير، نعم. يعني وصلت الفكره استقرار، نعم. ليبيا في اكتوبر الماضي، ولكنه لن يرتقى الى مستوى تقديم اي ضمانات عمليه للعمليه الانتخابيه. نعم نعم، وصلت هذه الفكره دكتور مصطفى. استاذ احمد، يعني من يقف وراء تأزيم الموقف في ليبيا؟ ربما يضع العراقيل امام هذه الانتخابات وعقدها في موعدها المحدد. نتحدث عن دور بعض الدول الإقليمية أو حتى في المجتمع الدولي، يعني هناك حديث عن طرحته الجزائر وأيضا إيطاليا يتعلق بالوثيقة الدستورية أو الأساس الدستوري الذي تقام على أساس هذه الانتخابات. نعم سيد أحمد، هو في الحديث عن المسار الدستوري أو المسودة الدستورية اللي ستعقد عليها الانتخابات، هذا موضوع قد حسم، يعني حتى ولو أن هناك بعض السجال الحادث في هذا الموضوع، أو يعني مجلس الدولة، وهنا نتكلم عن خالد المشري واعتراضه على هذا القانون، القانون ساري ولا يمكن تغيير هذا القانون إلا بقانون مماثل، يعني جلسة تعقد من مجلس النواب ويصدر قانون آخر يلغي هذا القانون، لأن القانون بدأ فعليا في حيز التنفيذ الآن. نحن بدينا نطبق هذا القانون باستلام بطاقات الناخبين وقبول ملفات المترشحين، فلذلك أعتقد بأن الانتخابات، هنا نتكلم عن الانتخابات في 24 ديسمبر، الموعد محدد حتى ليس من قبل الدول الفاعلة المجتمع الدولي، هناك رغبة محلية أو إرادة محلية قوية جدا لإجراء هذه الانتخابات. لا تستطيع لا إيطاليا ولا تركيا ولا أي حد يستطيع أن يقوم بتأجيل هذه الانتخابات. فقط نقول أن هناك دور لبعض الدول في تأجيج الوضع في ليبيا، وهنا نتكلم عن تركيا بين قوسين. تركيا لا تريد الاستقرار في ليبيا أن يحدث، كونها أن لا زال لديها أهدافها لم تحققها. خالد المشري عندما تكلم لا تستهينوا بمن وراءنا، هنا يقصد تركيا، الرجل يقصد تركيا ضمنيا في كلامه بأنهم غير راغبين في الخروج من المشهد السياسي، لأنهم فعليا قد خرجوا من المشهد السياسي في المغرب وفي تونس، يروا في أنفسهم هم ما زالوا يعني الأمل الأخير للتيار الإسلامي السياسي بأن يبقى في ليبيا. الانتخابات، يعني هنا نتكلم عن انهاء لحالة الانقسام السياسي، حالة الانقسام السياسي سيدي لا يمكن القضاء عليها الا بخروج هذه الاجسام الموجودة، سواء كان مجلس نواب او مجلس اعلى للدولة او حتى المجلس الرئاسي. نريد حكومة واحدة رئيسا للبلاد، وهو سبب المشاكل اللي حدثت في ليبيا، هو من منذ استقلال ليبيا في 52 الى الان لم يكن هناك يعني انتخابات رئاسية، هي الاولى من نوعها. وايضا مشاكلنا نحن من عام 2011 إلى الآن أن المجتمع الدولي قد اتفق على إسقاط النظام واختلف على إنقاذ ليبيا من هذا المستنقع اللي وقعت فيه. الآن نتكلم عن حدود نوع من التوافق ولو قليل ما بين هذه الدول لإنهاء الأزمة في ليبيا التي هي كانت السبب الرئيسي فيها، وهو ما نعول عليه كما قلت لك في مؤتمر باريس. التعويل ليس بأن مؤتمر باريس سيكون هو الضامن أو هو اللي سينهي الأزمة في ليبيا، لا، التعويل هنا أن نتكلم عن ضامن قانوني، أي أن مؤتمر باريس عندما يخرج بمخرجات تحال إلى مجلس الأمن وتساغ بقرار من مجلس الأمن وإصدار عقوبات ضد المعرقلين، ونتكلم هنا عن من يعرقل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وهم يصرحون جهارا نهارا بأنهم غير راغبين في إجراء انتخابات وأنهم سيخرجون إلى الشوارع، وأيضا صعدوا من هذه التهديدات إلى المواجهة المسلحة. المطلوب الآن هو الضامن القانوني ردع هؤلاء، هل فعلا ستكون هناك عصا لقطع الطريق أمامهم؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية عندما صرحت، هنا الخلاف سيدي بين المؤتمرات السابقة، الولايات المتحدة لم يكن لها تصريح أو تصعيد عالي المستوى، هنا الولايات المتحدة أكدت على إجراء الانتخابات، الأفريكوم يخرج ويصرح بأنه سيحمي هذه الانتخابات، هنا العصا موجودة. نعم. ستعاقب كل من الأمم المتحدة ربما تتحدث عن فرض عقوبات على من يرفض نتائج هذه الانتخابات. دكتور مصطفى،
ما ضمان الالتزام الجميع بنتائج هذه الانتخابات هذا أن تم إجراءها؟ من يضمن ذلك؟ هذا هو السؤال الصعب. يعني لا ليس هناك أي ضمانها، يعني حتى فيما يتصل بال، ولذلك أنا قلت لا أرى عصا ولا أرى جزرة، يعني لا خارج المؤتمر فيه جزر كتير لكن عصي ما فيش. حتى مؤتمر برلين الثاني، أولا لا أتوقع أن ما ينتج عن مؤتمر باريس مهما كان يعني هو توصيات أو قرارات ترتقي إلى مستوى عرضها على مجلس الأمن واتخاذ قرار فيها كما حصل في برلين اثنين، لا أعتقد ذلك. والنقطة الثانية، الذين حضروا في مؤتمر برلين الأول وبرلين الثاني في السنتين الماضيتين هم نفسهم اللي بيحضروا اليوم. طيب بعد برلين الأول والثاني صدر القرار 25/10 الذي ينص على أشياء كثيرة، من بينها موضوع الانتخابات طبعا وموضوع الحوار الداخلي الليبي، وأهم من هذا كله موضوع إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة أنحاء ليبيا. ما الذي حصل؟ وأيضا من القرارات، من النقاط التي اعتمدت في القرار 25/10 إيقاف تهريب الأسلحة والمقاتلين إلى ليبيا. هل توقف تهريب الأسلحة؟ أبدا. هل توقف إدخال المقاتلين؟ أبدا. هل خرجت القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا؟ أبدا، لم يخرج أحد، مع أن الدول التي ترعاهم وتأتي بهم وتخترق قرار مجلس الأمن 25/10 وقرار 1973 اللي عمره أكثر من 10 سنوات الآن، هم نفس هذه الدول موجودة كانت في برلين وستكون موجودة اليوم في باريس مهما كان تمثيلها متدني، يعني على مستوى خارجي وزاري ولا على مستوى رئاسي أقل من رئاسي يعني. بالتالي ليس هناك ضمانة. الضمانة الوحيدة أن يتفقوا هنا في باريس اليوم على إجراءات محددة. لا تقل لي فرض عقوبات وما إلى ذلك، لأن هذا سيستغرق 3 أشهر، تكون موعد الانتخابات فات والانتخابات تمت وانتهينا. لا يجب أن يكون في، إذا كانت فيه نية صافية لحل المشكلة وترتيب موضوع الانتخابات. طيب الانتخابات كانت مشروطة بخروج الأجانب من ليبيا، هذا تنازلنا عنه، الشرط انتهينا منه خلاص. هل تعتقد أنه مسألة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا، أيضا مسألة الميليشيات الداخلية، حل هذه الميليشيات إلى أي درجة يشكل عائق أمام إجراء الانتخابات؟ بالتمام والكمال، أنا كنت سأتي لهذه النقطة، يعني قلت الانتخابات كانت مشروطة بخروج المرتزقة وحل الميليشيات وجمع السلاح، هذه أحلام صعب تحقيقها. الآن احنا قادمين على الانتخابات ولن يحدث من هذا شيء. طيب شنو البديل؟ البديل أن هذه القوات الأجنبية وهذه الميليشيات تبتعد عن مراكز التجمعات السكانية ومراكز الاقتراع حتى لا تحصل أي مشاكل في هذا الموضوع، والله غالب ما فيش حل آخر. طيب نعم. في الجانب الآخر دعني أتحول في هذه النقطة إلى الأستاذ أحمد في بنغازي لأسأل عن الخيارات في التعامل مع هذه المسألة الشائكة والمعقدة. نتحدث عن المرتزقة والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية، وأيضا نتحدث عن ميليشيات خارجة عن القانون وربما تعيق إجراء الانتخابات بشكلها الصحيح. ما هي الخيارات في التعامل مع هذا الموضوع؟ نعم، هو هذا الموضوع عانينا منه في انتخابات 2014. نحن نتكلم عن مدينة درنة اللي كانت تسيطر عليها في تلك الفترة داعش، وحرمت مدينة درنة من خوض الانتخابات، رأيناها واضحة، أغلقت المراكز الانتخابية ومنع الناس من إجراء أو استخدام حقهم في المشاركة السياسية. أما الوضع الآن قد يختلف قليلا، نحن نتكلم عن وعي شعبي كبير جدا، إضافة إلى أن هناك مخاوف لدى هذه الميليشيات. المناطق اللي تحت سيطرة القوات المسلحة الليبية، هذه المناطق لا يمكن أن يكون أي دور لأي ميليشياوي فيها فاعل، خصوصا وأن هذه المناطق فعليا يعني حتى لو قلنا بنسبة 90% يطبق فيها القانون والسلطة فيها للجيش والشرطة، وهنا ستؤمن هذه المناطق اللي نحن نتخوف من أن يحدث فيها تجاوزات هي مناطق غرب ليبيا، لا سيما والمناطق هذه تكثر فيها ما يفوق 300 ميليشيا، وهي كما قال السيد فيتوري
تشكل مشكلة كبيرة جدا. فعلا الميليشيات يجب إبعادها عن مراكز الانتخابات. وهنا أيضا شيء مطمن، يعني تصريح الأفريكوم عندما صرح أنه لن يسمح بأي خروج لأي رتل مسلح إلا بالتنسيق مع اللجنة العسكرية 5+5، وأن أي هدف يتحرك دون ما التنسيق سيتم التعامل معه. هذا أيضا سيكون رادع لهذه الميليشيات بأن لا تتحرك بأرتال أو تقوم بترهيب الناخبين. لكن المشكلة ما زالت موجودة فعلا. أنا أقول مشكلة الوجود الميليشياوي والسلاح المنتشر أكثر وأخطر بكثير من الوجود المرتزقة. يعني المرتزقة والقوات الأجنبية وجودهم في مناطق الاحتكاك، يعني مناطق الاشتباك، أما الميليشيات فهي موجودة في ربوع البلاد، يعني قد نجدهم أمام مراكز الاقتراع، وخطرهم سيكون موجود في المناطق التي تسيطر عليها. يعني الاقتراح اللي اقترحه السيد الفيتوري، نعم أنا معه، يعني يجب أن يتم الاتفاق على إبعاد هؤلاء الميليشيات بعيدا عن مراكز الانتخابية حتى لا يؤثروا سلبا على أداء الناخبين. نعم دكتور مصطفى، القاعدة الدستورية وما يتحدث عنه السيد المشري، ربما أسألك عن الخيارات أمام القوى المتضررة من إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد، ما الذي يمكن أن يراهنوا عليه؟ أما يعني بالدرجة الأولى الإسلام السياسي أكبر المتضررين، ورأيناهم في السنتين الأخيرتين خسروا تقريبا كل المقاعد المجالس البلدية في الغرب الليبي، حيث ما جرت انتخابات، طبعا مش في كل الأماكن وجرت انتخابات، وبالتحديد يعني ما نسميهم الشياطين المسلمين، يعني هم القوى الأكثر تضرر والذين في مصلحتهم تأجيل الانتخابات أو حتى إلغاها نهائيا. ما الذي يمكن أن يفعلوه؟ طبعا للأسف الشديد في الغرب الليبي بالذات لديهم قدرات كبيرة على مستوى التعبئة في الشارع إلى حد ما، ليتبعهم مهما كانوا قلة، لكن يمكن أن يسببوا فوضى، وعلى مستوى السلاح أيضا، يعني إلى جانب هذا الباب مفتوح أمامهم ليتحالفوا مع ميليشيات أخرى ومسلحين آخرين وحتى مخربين لموضوع الانتخابات من الجانب المدني السياسي، ويشكل تحالف قوي جدا مؤثر على الساحة. ولذلك الانتخابات يعني مسألة خطيرة جدا في غاية الخطورة، إذ أنها يعني قد تؤدي إلى حرب. يعني إجراء الانتخابات ربما فيه احتمالات المخاطرة 70% وعدم إجراءها 90%، يعني إحنا في الحالتين في نواجه في سيناريو يعني لا سمح الله قد لا يكون يعني جيد في المستقبل القريب. وعليه أشرت أنا في البداية أنه يجب أن يتفق مؤتمر باريس على إجراءات عملية لا تتعلق ب والله غدا سنفرض عقوبات على، لا 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 لا، اتجهوا إلى مجلس الأمن بعد مؤتمر باريس غدا وأصدروا قرار بحالة أسماء محددة للجنايات الدولية على سبيل المثال، أو منحهم من السفر وإجراءات عملية فورية وليس الشهر القادم والله اللي بعده. يعني الوضع لا يحتمل، يعني الوضع لا يحتمل. نعم 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 دكتور مصطفى، مشاهدينا هذه الصور مباشرة تأتينا من باريس أمام قصر الإليزيه واستقبال الرئيس الفرنسي إيميل ماكرون للرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يشارك في مؤتمر باريس من أجل ليبيا. هذا المؤتمر الذي تشارك فيه حوالي 30 دولة، يشارك أيضا بعض قادة وزعماء الدول، أيضا كمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي تمثل الوفد الأمريكي في هذا المؤتمر. إذن أشكر ضيفي الكريمين أحمد المهدوي الباحث السياسي، كنت معنا من بنغازي، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول للدكتور مصطفى الفيتوري الباحث السياسي، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.